بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رجعنا لكم تاني. اللي هيروح الحج متوجه إلى مكة أولا هيحرم في بيته أو في مطار القاهرة، هيلبس ملابس الإحرام بعد ما يغتسل ويتطيب ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ومحلي حيث حبستني. سيدنا النبي كان الحج بتاعه حج تمتع. النبي حج كم مرة؟ مرة واحدة. اعتمر كم مرة؟ 4 مرات. المرة الأولى عمرة الجعرانة وعمرة الحديبية لما رجع ودبح الهدي، وعمرة القضية اللي قضاها تاني سنة 7 هجرية، والعمرة التي كانت في حجة الوداع. أحرم سيدنا النبي في ذي القعدة ثم قضى عمرته ثم تحلل وأحرم مرة أخرى للحج في يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية. يبقى هتلبس ملابس الإحرام في المطار، هتركب الطائرة، هتقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ومحلي حيث حبستني. ممكن تنام انت في الطيارة، خلاص أحرم أول ما تركب الطائرة أو أحرم من الميقات. يجوز أن تحرم وأن تتلفظ بالنية قبل معاد أو قبل مكان الميقات، يعني قبل الميقات ممكن تحرم. ميقات أهل مصر حتة اسمها الجحفة اللي هي رابغ، والطيار بينبه في الطائرة هنا محاذاة الميقات، تقوم تلبي وتنوي الايه العمره متمتعا بها الى الحج. طيب لما نحرم ايه السنن اللي احنا نعملها؟ تلبي وترفع صوتك بالتلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، لانه ما من ملب يلبي الا لبى من سمعه من حجر او شجر. الأحجار والأشجار والطيور والحيوانات كل ما يسمعك وأنت تلبي يلبي معك. ارفع صوتك بالتلبية. العج والثج اللي هي التلبية والذبح بقى في يوم النحر هنبين الكلام ده تاني. يبقى الإنسان يلبي بعدما لبس ملابس الإحرام. وصلت الجدة تخلق بأخلاق الحجيج. ممكن الشنط تتأخر شوية في المطار، لا تضجر، اصبر. دايما كده نوصل الحجاج نقول لهم خلي الصبر شعارك في رحلة الحج، خليك صابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو المدير بتاعك أو الوزير بعتك مأمورية هتلتزم بالمهام الموكلة إليك، ما بالك وأنت في زيارة لبيت الله الحرام؟ ما بالك والله داعيك؟ ما بالك وسيئاتك وذنوبك كثيرة وستعود وصحيفتك بيضاء؟ لما تنزل المطار تحلى بالصبر والحلم والأناة. هتخرج من المطار هتتوجه إلى مكة المكرمة. تقولي لما توصل مكة؟ أقول لحضرتك خليك معايا بعد الفاصل وأنا هبين لك تقول إيه. صلي على الحبيب.